زينب محمود الفاخري، 25 فبراير 1984، خريج جامعة بنغازي كلية الأدب قسم علم الاجتماع لسنة 2003-2004. توظفت في جامعة بنغازي في شهر 9-2004 إلى وقتنا هذا. الآن نشتغل في إدارة الخدمات العامة بجامعة بنغازي، قائدة كشفية لحلقة الفتيات، مدير تنفيذي لمنظمة الميزان لحقوق ذوي الإعاقة، نائبة المرأة المعاقة للاتحاد الليبي لمنظمات ذوي الإعاقة، مدير مكتب الإعلام في مؤسسة الأمل لذوي الإعاقة. الإصرار متاعي والتحدي خلاني نناقش المجال هذا، ونحب أننا نعلم الأشخاص ذوي الإعاقة أن بالإرادة والعزيمة أن نحن نقدر نفعل المجتمع ونكون الناس فاعلين في المجتمع. هناك أشخاص لديهم دراية ويشجعون تمكين المرأة ذات الإعاقة في المجتمع، وهناك قسم لا يشجع، ولكن الأكثرية والأغلبية هم من يشجعون تمكين المرأة ذات الإعاقة في المجتمع. بالعزيمة والإصرار والتحدي يبنى المجتمع الليبي.